السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر عن التأخير، هو بس بدأنا في تجهيزات الموسم الصيفي، فأكيد يعني الناس كلها برضو إيه كل الناس كلها مشغولة برضو في إيه في تجهيزات الصيف يعني. فإن شاء الله هنبدأ بطلب كان حد بعته. ستار ده دي الصورة بتاعته. فإحنا هنبدأ، أنا هبدأ بصورة شبيهة عشان بس الفكرة توصل، وبعد كده هنجيب الصورة بتاعته. تمام كده، دي الصورة الشبيهة، يعني الشبه في ايه، في طريقة الفصل، لكن مش هي دي الصورة. يعني بعمل ايه يا جماعة في صورة زي كده؟ لما بتقابلني صورة زي كده بقوم اعمل ايه، بقوم راسم كل لون لوحده. تمام، يعني ده مثلا انا لما رسمت برسم مثلا اللون الاحمر، برسم اللون الاحمر لوحده، وارسم الايه مثلا انا كده هرسم اللون الاحمر فبيطلع معايا كده بعد ما طلعت اللون الاحمر طالع معايا كده. تمام كده، الاحمر او الوردي او السيمون حسب ما الناس بتسميه طالع معايا كده. وبعدين رسمت الرمادي طالع معايا كده. تمام، وبعدين رسمت خدت الاسود سيلكت. الاسود مش هينفع يترسم الا اذا كنت راسم الرسمه كلها من الاول والرسمه جايه معاك بساط، فالدنيا 100 100 وهيجي تمام، فبيجي معاك كده. ده كده الرسمة معايا بنفس الترتيب كده، معايا أحمر، معايا أسود، وبعدين أدي الأحمر. تمام، وبعدين أدي الرمادي. طب أنا عايز الرسمة دي هتنزل لاتنين لون، فأدي الأحمر والأسود، وهعمل بالشكل ده كده، هفتح الرمادي شوية، كنترول إم، فتح الرمادي شوية. تمام، وغمق سنة، فتح شوية، اوكي، وبعدين ادخله في الشبكيه واعمله بقى ايمج مود جري سكيل زي ما احنا متعودين، يعني ايمج، وبعدين اعمل من الصوره الاول دوبليكيت، ايمج دوبليكيت، وبعدين اعمل من الدوبلي اعمل له كده، وبعدين اقول له مثلا ايمج مود، ايمج مود جري سكيل. تمام، ودونت مانج. اوكي، فبيبقى كده مثلا ادي الاسود مع الرمادي، وادي الاحمر. تمام، وادي الرمادي لوحده، وبعدين بقوم عامل شبكياتي، هقول له مثلا ايمج مود بتمب، واختار الشبكيه بتاعت ايه مثلا، دي الجوده 300، الشبكيه مثلا هختارها 60 مثلا، في رسمه زي كده هختارها 60. تمام، بيديني كده بالشكل ده. ده كده يا جماعه اللون الاسود ومع الرمادي. تمام، الت كنترول زد، وبعد كده ده اللون الاحمر. طيب تعال نشوف بعد الشبكيه كان ايه الشكل، انا مش عايز ده طبعا عشان بس تقول على الجهاز. تمام، بعد الشبكيه اداني كده، انا كده دي الالوان الصريحه، هاخد ارضيه عشان الموضوع يختلف، دي الالوان الصريحه تحت الارضيه اهي. تمام، تعالى بقى نشوف التفصيل الرسمه بعد الفصل. ادي ايه، طلع الاسود فوق عشان الاسود مفصول اصلا معمول للجري سكيل. ادي الاسود، وادي الاحمر، ده بعد الشبكيه، وادي الاحمر، وادي الرمادي. طيب تعالى بقى نعمل الرمادي جري سكيل، نعمل الرمادي كلر اوفرلي. تمام، مثلا هخلي لونه اي لون تاني عشان اشوف الدنيا معايا ماشيه عامله ازاي. ده كده يا جماعه الرمادي. طب والسيمون او الاحمر كلر اوفرلي، اخلي مثلا ازرق او اخليه تركواز، اي لون يظهر معايا فيه ان الرسمه دي شوف الدنيا اتغيرت ولا لسه زي ما هي، ولا انت تشتغلنا ولا الظروف. ادي اللون، ادي اللون اللي احنا عملناه التاني. تمام، وادي اللون الاسود نطلعه فوق، ادي الرسمه يا جماعه. تمام كده، طيب نصحح بقى الالوان، ده طبعا احمر، ده الرمادي، وده الاحمر. صح بقى الاحمر نخليه احمر احمر عشان كده الدنيا تبان شويه. ودي الدرجات اللي كانت موجوده فيها، دي بالنسبه للرسمه دي. تمام، نجرب ونشوف الدنيا هتمشي على فين. تعالى بقى نشوف الرسمه الثانيه اللي كان بعتها الاستاذ طاهر، دي رسمه بتاعت الاستاذ طاهر. تمام كده،
باخد ابتدي افرغ الالوان، مثلا ادي اللون الاصفر. طبعا الصوره دي مش بجوده يعني، مش طالتش عليها بجوده. هذه ادي اللون الاصفر، تمام. هطلعه برضو زي ما انا بطلعه كده بالراحه. طلع معاك زي الشجره، ونكمل بقية الألوان على هذا المنوال. وبعد كده كنترول انتر واطلع الايه، اطلع كل لون. ادي مثلا كنترول جي، ده مثلا ده معايا اللون الايه، ده معايا اللون الاصفر مثلا. وبعد كده ادي مثلا اللون الاحمر او اللون بتاع الوردة. انا رسم توضيح يا جماعة، الرسمة دي لسه جايلي، فانا ملحقتش اصلا يعني ايه ان انا اعمل على اشتغل عليها مظبوط يعني. تمام، انا مثلا الاحمر كنترول انتر كنترول جي، ومعاه هحط معاه اللون الاصفر برضه. يعني لما اجي اعمل الشبكيه دي هعمل ده اللون الاحمر، ماشي، هعمل ده اللون الاحمر وهتشوفوا ازاي دلوقتي. تمام، وبعد كده بطلع بقيه الالوان عادي خالص. تمام، واطلع الاخضر برضه، الازرق بنفس الشكل، واطلع الاخضر. تعالى بقى نشوف لما اجي اعمل الرسمه دي اجي اعملها جري سكيل. الاول حاجه الرسمه المفروض اشتغل على 300، انا كنت شغال على 72، خدت 300. تمام، هو في الشرح ده يا جماعه مش هتفرق انا شغال على جوده كام، لان ده شرح مش تنفيذ، مش شغل يعني. تمام يا جماعه، بعد ما غيرنا الجوده اخد من الصوره دوبليكيت. بشرح الفكره يا جماعه بس، يعني انا بشرح الفكره وطريقه التطبيق، وبعد كده انتوا بقى ايه كل واحد يطبق مع نفسه يعني. ده كده مثلا هقول له ايمج مود جري سكيل دونت ماريتش، اوكي. وبعدين هاخد من الاصفر ده نسختين يعني، نسخه اهي دي نسخه، اخد منها نسخه تمام، وافتحها جدا، اقول له كنترول ام وافتحها خالص. تمام كده، ونسخة تانية أغمها شوية، هنشوف الفرق دلوقتي بين الاتنين. تمام كده، وبعدين تمام، تعالى بقى نشوف الدنيا ماشية ازاي. تمام، هعمل ايه؟ هاخد هو الجهاز وقف ليه؟ شلنا الغامق وهنتعامل مع الفاتح، هشيل الدرجة الغامقة وهتعامل مع الفاتحة. تمام، وأقول له image mode بتمب، أوكي أوكي تمام، وكنترول سي كنترول في كنترول في. وبعدين هشيل الاسود الابيض، اسف، كنترول دي، وهعمل ده كلر اوفرلي، اعمله احمر. اي درجه بقى من درجات الاحمر يعني، العمليه معايا مفتوحه، مش قافله على حاجه. شيل بقى الرسوله الاصليه، وبعدين هرجع تاني هنا، هقول الت كنترول زد كنترول زد، هشيل الفاتح وهشيل الورده الحمراء، واقول له ايمج مود بتمب، اوكي تمام تمام كنترول سي. كنترول في. وبعدين هشيل الاسود، هشيل الابيض، كنترول دي، وبعدين هقول له كلر اوفر لي. وهخليه افتح درجة في الاصفر. انزل تحته ارضية بيضا، نشوف الدنيا ماشية ازاي، احنا كده صح ولا غلط؟
وارجع اقول الت كنترول زد واجي على اللون الاسود وهفتح شويه. انا كده بعمل اسود يا جماعه، فتح شويه خالص، اغمق سنه، فتح شويه. المفروض يا جماعه انا شايل الاسود، شايل الالوان اللي هي ايه يعني، شلت الازرق من الرسمه. الالوان الصراحه شايلها، الالوان اللي فيها تدريجات لا، الالوان الصراحه شايلها. يعني بتيجي تشوف الرسمه الاصليه هنا، بص كده الازرق ده صريح اهو، تمام. الازرق ده اللي انا ماشي عليه ده صريح، المفروض اشيله. خلاص الازرق ده صريح، الازرق ده صريح، المفروض اشيله، تمام. فانا هعمل ايه؟ هاجي هنا بقى خلاص كده اقول له ايمج مود، اغمق دي سن صغيره، كنترول زد كنترول ام، افتح سن صغير خالص كمان، واغمق سنه، فتح سنه كمان، تمام. وبعدين اقول له ايمج مود بتمب، اوكي. تمام، وبعدين كنترول سي، كنترول سي، كنترول سي، كنترول في. طيب وبعدين اشيل الزيادات، وبعدين احط الارضيه اللي معايا، تمام. وبعدين ده كده ايه، نزل الاصفر، اخلي الاحمر فاتح شويه، يعني اظهر الاحمر شويه، برضو ازود الاحمر سنه، هي مش هتفرق تزويد الاحمر او تقليله، مش هيفرق هنا. ليه؟ لان انت كده كده بتعمل عينه على ايه، يعني انت بتشرح على حاجه خلاص. يعني انا بس بغمق الالوان وافتح بحيث انك انت تشوف انا وصلت لفين. شوف لو شلت الاحمر، الاصفر بقى شكله عامل ازاي، تمام. بس عشان الناس اللي كانت مستغربه ان ليه حطيت احمر يعني في المكان ده، عايزين نكمل الصوره، نكمل. هقوم واخد برضو الازرق من هنا كده، بص الازرق ده معاه اسود، تاخد الازرق ده كده كنترول انتر، كنترول جي، وبعدين حاجة برضو هنا اخد دي كده زي ما هي، ترجمة
كنترول انتر، كنترول جي، وبعدين افرغ الاصفر. من هنا بعدين image duplicate، بعدين image mode grayscale don't merge. اوكي بعدين image mode بيتم. المفروض يا جماعه الخطوات اللي بعملها دي انت بتحدد اللون كلها مره واحده، يعني مش كل شويه بتحدد لون، لا المفروض انك بتحدد اللون كلها مره واحده مع بعض. واقول له كنترول سي وارجع اللير الاصلي ده، لا وارجع اللير الاصلي اللي انا شغال عليه، واقول له كنترول في فوق ال فول سويت، ولون بال ولون بالايه ولا شيل الزياده، شيل الزياده تمام، واقول له كلر اوفرلي واختار درجه الازرق اللي كانت معايا. برضو حاجة للناس كلها، اختيار الالوان دي انت ورؤيتك في التصميم، يعني انت المهم ان الدنيا تطلع في الاخر في الطباعة، الناس تاخد الشغل يطلع زي ما هو موجود معاها في الايه، زي ما هو موجود معاها في العينة. تمام يا جماعة، درجة الازرق دي مش هي الموجود موجودة في العينة، عايز درجة ازرق زرق شوية عن كده، مدي زرقان عن كده، فاختار اخد ايه، اخد مثلا بص كده اما تشوف هل بتتغير. ممكن تعمل كده، تيجي على اللون الاصلي وتاخد منه من افتح حتة فيه، تقف على افتح حته فيه وتاخد من المصاصه بتاعت اللون ايه، وتقول له وريني الدرجه دي، خلاص تاخد الدرجه دي كده، تاخد الكوبي بتاعها من غير كوبي، اجي على اللون الازرق اللي انا عملته ازرق، ضغطتين كلر اوفر اللي عليه، واختار الدرجه ايه اللي موجوده هنا. اوكي تمام، واقفل يا رب يكون في إفادة. طبعا انت هتكمل بقية الصورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.